وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة منع بعض الطلاب من أداء الامتحان بسبب مصاريف الكلية، ولما قالوا له طب ندفع النص، الحقيقة ده كمان قضية تحتاج لمناقشة. المستقبل يعني في وسائل تانية إنه يمكن إنك تاخد الفلوس تاخدها، وإنك تاخد المصاريف تاخدها، لكن الحقيقة مفيش حاجة توازي ضياع مستقبل الطلبة، أو إنه في سنة تضيع من حياتهم، السنة دي المجتمع نفسه، المجتمع هو اللي بيدفع ثمنها بعد كده. حصل ان انا المفروض ان انا عارفه ان انا عندي النهارده امتحان تشريع ضريبي، وجايه على اساس ان الامتحان شغال عادي مفيش مشكله. جيت في ميعادي الساعه 3 عشان ادخل الامتحان، اتمنعت انا وتقريبا 3 ارباع الطلبه من دخول الامتحان، وكان في يعني شبه خناقات على باب المدرج عشان ما ندخلش الامتحان، ودخول الامتحان مقتصر بس على اللي دافعين المصاريف. طب انا دلوقتي حضرتك، انا رحت في وسط السنه عشان ادفع مصاريف، لقيت عليا 2000 جنيه مصاريف. طيب انا اروح ادفع 2000 جنيه؟ قلت لها طب حضرتك انا ينفع ادفع نص المصاريف 1000 جنيه عشان ادخل يعني عشان اعرف استلم كارنيه؟ قالت لي لا حضرتك مش، لو مصاريفك نقصت جنيه مش هتدخلي الامتحان. منعونا من ان احنا ندخل الامتحان عشان ما دفعناش المصاريف. طب انا واحد زي دلوقتي والدي متوفي من 8 سنين، والمفروض ان انا ليا اعفاء من المصاريف اصلا. كويس، وريت لهم اهو معايا اهو، لو عايزين تشوفوا انا دلوقتي معايا اهو شهاده الوفاه جايبها معايا. اهي شهاده الوفاه، والدي متوفي من 8 سنين، كويس؟ وانا المفروض دلوقتي ان انا رحت برضه طلعت للعميد من حوالي مادتين عشان اعرف حتى اقابله، حتى مش عارف اقابله طبعا، من السكرتاريه من بره كده التعامل. ايه حضرتك الوضع دلوقتي؟ قال لي لا حضرتك تدفع نص المصاريف، طب انا دلوقتي مش معايا مصاريف. وبعدين دلوقتي رئيس الجامعه جابر جاد كان طلع تصريح ان الولاد دلوقتي بياخدوا مصاريف الجامعه بيروحوا يشربوا بيها سجاير ويشربوا بيها مش عارف ايه، طب انا الواحد دلوقتي بقول عيلتي، فين بقى السجاير وفين المخدرات اللي بشربها وفين فين الدنيا دي؟ ورحت الرعايه، ورغم ده كله انا رحت الرعايه اللي هي المفروض ان هي تلغي المصاريف من عليا عشان والدي متوفى. قالوا احنا قفلنا والله ماليا من شهر 9. النهارده جيت عشان ادخل الامتحان، الدكتور وكيل الكليه عبد المنعم زمزم رفض دخول الطلبه للامتحان بحجه ان هم ما دفعوش المصروفات. اولا ما فيش دوله في العالم كله بتمنع اي طالب ان هو يدخل الامتحان بسبب المصروفات، ده ما حصلش في اي دوله. الدوله بره بتدي فلوس للطلبه بدل تعليم عشان يدفع ويتعلم ويصرف على نفسه. احنا عندنا هنا في مصر عشان 400 جنيه بنطلع الطلبه بره امتحانات. احنا كام طالب يعني كلنا على بعض الانتساب؟ 1000 2 علينا كام؟ 5000 جنيه كل واحد. بكام الفلوس دي كلها؟ مليون 2 مليون بيرميهم رجل اعمال على الرقاصه في الكباريه. مش قصه يعني يا جماعه، لا ولا يحجب النتيجه. انا من حقي كطالب مصري اخش الكليه وامتحن وما ادفعش اي فلوس لو مش معايا. المفروض ان احنا اول امتحان جينا نخش فيه طلع قرار ان الطلاب ممنوع ان هي تخش الامتحان لمجرد ان هي ما دفعتش المصاريف. طبعا احنا فوجئنا بالكلام دوت واعترضنا كلنا، وقلنا اللي المفروض الطبيعي اللي حتى لو انت عايز تطبق نظام في البلد او عايز تطبقه في الجامعه ان انت ما تمنعناش ان احنا نخش الامتحان. اتفاجئ لو حد بيقول لي مش هتخش الامتحان ويمنع، وامن واقف على البوابه ما ينفعش ان انا اخش الامتحان. طب ايه السبب؟ يقولوا لي ان انت ما دفعتش المصاريف. طب يا جماعه ده انا دافع نص المصاريف وفضل النص الثاني. لا اروح لشؤون الطلبه هات اثبات، اروح لشؤون الطلبه يدوخوني من هنا لهنا، وفي الاخر برضه ما ينفعش اخش الامتحان. فقالت لي لازم تدفع السنه دي، حتى عملت لي وصل ب 400 جنيه. طب مين انا ماشي في جيبي معيش 400 جنيه؟ وفي غيري معوش 400 جنيه، وفي اللي طالب منه يدفع 1000 و2000 جنيه. حصل النهارده ان احنا دخلنا الامتحان وفوجئنا بعد ما دخلنا اللجنه وهنمضي، قالوا لنا لا انتوا ما دفعتوش المصاريف انزلوا. فنزلنا تحت لقينا كتير قوي طلبه كتير وعدد كبير، طب مفيش ولا دكتور نكلمه ولا اي حد نتكلم معاه. فطالب بيقول للامن يعني طب نعمل ايه؟ قال له روح بيع الساعه بتاعتك ولا النضاره اللي انت لابسها ولا الموبايل وادفع المصاريف. تم منع من دخول الامتحان بعد ما دخلنا اللجنه، ورقه توزع ما رضوش يديني ورقه اجابه بحجه ان مفيش يعني المصاريف ما اتدفعتش. انا طب معايا المصاريف ما عنديش مشكله ان انا اسحبها واديها لهم دلوقتي. قال لك لا انت تيجي بعدين تدفع وبعد كده تيجي تدخل. والدكتور عبد المنعم زمزم كان بيقول للزمايل قدامي وهم مصورينه بيقول لهم بيع الساعه وبيع النضاره وحاجات زي كده، وهنا للطلبه. في طبعا طلبه مش معاهم فلوس، كل واحد ليه ظروف انه ما يدفعش.
الحقيقة انا مع الشدة في تطبيق اللوائح والقوانين، ولكن اللي هيدفع تمن ده هي الدولة والمجتمع والشعب. لما يبقى عندك تنزع سنة او تضيع امتحان او تضيع سنة من حياة طالب دون ان انظر في احواله المعيشية والاجتماعية، عندي وسائل تانية، عندي وسائل ان انا اخليه يدخل الامتحان وبعدها اشوف ازاي يدفع هذه المصاريف، اما انه ما يدخلش السنة اللي بعدها ولا يتم قيده الا بعد ان يقوم بدفع المصاريف او التعهد بتقسيطها، انما ما دفعتش يبقى مش هتدخل الامتحان، كأن انا بضيع سنة من حياته. اللي هيدفع تمنها زي ما بقول لكم المجتمع والشعب، لانه هيزود اعدادا من اليائسين والمحبطين وما اكثرهم. اعتقد انه هذه القضية تحتاج لمناقشة وتحتاج لإعادة نظر. قضية الاقباط المهجرين كنا ناقشناها في بني سويف، وكان معانا الشخص اللي اساء للرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيتحدث من الاردن، وقلنا انه حل هذه القضايا انه يتم تطبيق القانون، وقلنا له تعالى وامتثل امام النيابة، وقلنا كمان للناس للاهالي الجأ فقط للقانون، لكن لا يجب ان نلجأ الى تهجير البشر او اشعال النار في منازلهم. تغلب صوت الحكمة في النهاية، وتغلبت صورة مصر الحقيقية النقية المتعلقة بهذا التجانس الذي لا مثيل له. صوت الحكمة لما بيعلو هتختفي كل الأصوات المتعلقة بالفتنة الطائفية، وهتلاقوا في ناس بتحاول انها تشعل النار حتى تزداد الفتنة في المجتمع. عادت العائلات اللي تم تهجيرها، وما زلنا نؤكد انه في هذه المشاكل القانون هو الحل، لا اللجوء الى شعارات طائفية من نوع وإسلامية، وكأنه الإسلام علمك أنك يمكن أن تشعل النار في بيوت أو تطرد مسيحيين، لا. ولا أنه البعض كمان في الجانب الآخر لما يخطئ لازم أن أنا أطبق القانون على الفور. لو طبقنا القانون على الفور هتنتهي كل هذه المشاكل. طيب خلينا قبل ما ناخد هذا الموضوع اسال الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره. دكتور جابر اهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك دكتور جابر، يعني لتاكدي انك بتقود كتيبه من التنوير وحققت نجاحا كبيرا في جامعه القاهره واعدت لها صورتها الشامخه، في بس ملاحظة شفناها من بعض الطلبة ما دفعوش مصاريف وتم منعهم من دخول الامتحان. شوية أنا متعاطف معاهم لأوضاعهم المعيشية والاجتماعية، أو إن أنا ما ضيعش. لا لا، ما هو يعني قبل ما تتعاطف معاهم لازم تسمع التوضيح. أنا شفت في الحقيقة التقرير من الأول وشفت كلام سعادتك. الوضع كالآتي. الوضع ان كلية الحقوق هي الكلية الوحيدة في الجامعة اللي كان فيها عدد طلبة قد يصل الى يمكن 30% من طلبتها ما بيدفعوش المصاري، وكان الاجهزة الرقابية كل سنة بتتهم الجامعة بالتهاون في تحصيل حقوق الدولة واهدار المال العام. ولذلك احنا جينا من اول العام الدراسي اللي فات ده، الموضوع اولا مش مفاجئ، جينا من اول العام الدراسي اللي فات ونبهنا على الطلاب وقلنا له قدامك ثلاث حلول. الحل الاولاني ان تتقدم الى صندوق الخدمات الطلابية بالجامعة لكي يدفع عنك المصاريف كلها او جزء منها حسب الحالة. الفصل الدراسي الأول، خلي بالك يا أستاذ وائل، أنا عايز أقولك إن المصاريف الدراسية لا يجوز الإعفاء منها، هي بتحصل لصالح وزارة المالية ولا يجوز الإعفاء منها، يعني رئيس الجامعة وعميد الكلية لا يجوز الإعفاء. يعني لما بنيجي نلاقي طالب مش قادر يدفع المصاريف، الجامعة بتدفع مكانه.
ما تقدرش انما لا تستطيع اعفائه يعني نهائي يا فندم. الجامعه بتدفع مكانه، ولذلك في الفصل الدراسي الاول دافعين 9 مليون جنيه مصاريف للطلبه، الفصل الدراسي الثاني لسه الاحصائيه ما طلعتش، ولذلك النهارده الطالب الذي لا يستطيع ان يدفع المصاريف بيتقدم الى الجامعه، والجامعه بتدفع له المصاريف كلها او بعضها حسب الحاله اللي بتتضح من واقع الحالة اللي بتقدم إلى الجامعة. الحالة الثانية إنه هو يدفع المصاريف، لأنه النهاردة عندنا مشكلة حقيقية إن الطالب ما بيدفعش المصاريف وبيقعد في الكلية. يعني الطلبة اللي أنت شايفهم دول سعادتك متوسط وجودهم في الكلية من 8 أولا من 8 ليمكن ل 15 و16 سنة، فبيقعد يراكم المصاريف كل سنة 400 جنيه للانتساب، كل سنة 400 جنيه، ولذلك بيبقى المبلغ ضخم جدا. بيحصل ان هو بيخش الامتحان هو مش دافع المصاريف، ما يلاقيش الامتحان على مزاجه، يسيب الورقة ويطلع فاضي، لان هو مش حاسس ان السنة بتكلفه، مش حاسس ان هو في الحقيقة، هو احيانا دول في الحقيقة اغلبهم طلبة عليهم مادة او مادتين او ثلاثة، عددهم لا يتجاوز في سنة رابعة. انت مسجل في سنه رابعه، يعني انت مسجل في طلبه سنه رابعه، اغلبهم عليهم ماده او مادتين، وبيحكمهم النص القانوني اللي الوقت المجلس الاعلى للجامعات بيعدله، اللي هو طالما الطالب طلع في سنه رابعه يقعد طول عمره في سنه رابعه لغايه ما ينجح. فالنهارده سعادتك بيبقى الطالب عنده ماده او مادتين او ثلاثه ما بيذاكرش، يخش الامتحان ويراهن على الغش، والله عرف يغش كان باع، ما عرفش يغش بيسيب الورقة فاضية ويمشي. هذا عبث، وهذا إهدار للمال العام، وإهدار لقدرة الجامعة على إن هي تواصل تعليم أبنائها. ولذلك النهاردة بنقول لهم أولا جينا نطبق المسألة ديتي من الفصل الدراسي الأول، قالوا قلنا نسيب فرصة، فدخلناهم الفصل الدراسي الأول كله. بعد كده عملت مداخلة مع الأستاذ في القاهرة والناس أسامة كمال في 360 في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقلت له هذا الكلام، قال لي طيب احنا عايزين ندي لهم فرصة، فاعطنا لهم فرصة أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الأول الثاني. يعني سعادتك النهاردة احنا اعطينا أسبوعين من بداية، قلنا لهم برضو أمامك ثلاث حلول، الحل الاولاني ان انت تدفع، الحل الثاني ان انت تيجي تتقدم بالمستندات اللي تخلينا ندفع لك، الحل الثالث كمان اللي طلبته قلت له لو سمحت وتعالى تعهد اولي امرك يتعهد ان انت تدفع قبل 1/9/2015. ما هو ده حل كويس، وده اللي انا كنت بقول عليه، ما يدخل الامتحان لم ياتي الينا احد. الاخ الطالب اللي وقف عندك وطلع شهادة الوفاة، اسأله بقى هل هو راح لصندوق الخدمات الطلابية وقدم طلب للإعفاء من المصروفات واحنا رفضنا؟ النهاردة لابد من التزام بالقانون. النهاردة مش معقول طالب تنقطع صلته بالجامعة ويروح بعد كده يروح يجيب شويه ملخصات او يجيب ما اعرفش ولا يعرف حاجه على الجامعه، وبعد كده يجي يخش اللجنه بعد 5 دقائق او 10 دقائق من بدايه اللجنه بيسيب لي الورقه ويمشي. ده اهدار للمال العام واهدار للجهد طبعا. وانت حضرتك بتقول لي بعضهم بيقعد 15 سنه 20 سنه في الكليه. طبعا يا فندم انا كنت قاعد معاك اول امبارح وقلت لك يا استاذ وائل احنا عندنا طالب في احدى الكليات عنده 74 سنه. وصدمت. عنده قاعد في الكليه بتاعته بقاله 54 سنه. اذا النهارده يا استاذ وائل النهارده لازم الناس، احنا النهارده بندفعهم دفعا الى ان هم لازم يذاكروا ويتخرجوا. النهارده مش معقول ان هو يجي انا مجهز له استاذ يدرس له، والجامعه يعني مش الجامعه مجهزه له استاذ ومدرب ومجهزه له لجنه امتحان وكراسه امتحان، وبعد كده لانه لا بيدفع مصاريف ولا حد بيحاسبه بيخش يسيب الورقه فاضيه ويقوم طالع. الورقه دي مش تمثل اهدار مال عام طبعا. لا كده دكتور جابر، يعني
افهم تاني وبسحب تعاطفي وبتوجه بتوجه لك بالشكر. طبعا اذا كان الوضع زي ما بيقول الدكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره يبقى احنا في فلوس كمان هتضيع على الدوله، في ناس عايزه تقعد سنين، والحقيقه في نماذج كان قال عليها الدكتور جابر بالفعل بيقعدوا 20 و30 و40 سنه في الكليه، لانه طالما انه نجح في ثالثه لو قعد بقى من هنا لغايه نهايه العمر، وبالتالي ده كمان ليس مقبولا. فهو يعني لما تبقى في وجهه النظر توضح فانا بسحب التعاطف وبقول للناس كان امامكم ابواب مفتوحه لحل هذه المشكله، لكن يبدو انه البعض مش عاوز يحلها لاسباب تتعلق